Bonjour madame. Ça va, Alkhir? Aujourd'hui, on a le livre Écho A1, l'Écho A1. A1, c'est le premier niveau de la langue française. Awel Mustawa fi اللغة الفرنسية. On va voir les sous-niveaux que contient ce livre. هنشوف المستويات الفرعية الذي يضمها هذا الكتاب. Bien sûr, avant toute chose, on a une introduction. قبل كل شيء عندنا تمهيد. L'introduction هتبقى في سورة leçon 0 اللي هي موجودة هنا. L'introduction dit, ou le tamhid da hayba ismu parcours d'initiation. Parcours d'initiation, là, on tergema harfeyen. Parcours, yani masar, initiation, yani ta'sis. On chouf fil goz da deux choses. On chouf hakti. La première chose, ou le haga l'oula, heya la présentation. Comment se présenter? أول حاجة هي التقديم زي نقدم نفسنا وطبعا مش هناخد لا بريزونطاسيون افيك تو سي بوين مش كل مش التقديم بكل نقاطه ولكن هناخد اون فادير حوالي انفيرون 4 بوين 4 ل 5 بوين دو بريزونطاسيون من خمس او اربع نقاط في التقديم طبعا لا بريزونطاسيون ممكن نوصل لحد 10 12 بوين 10 12 نقطة نتكلم عليها في التقديم في ازاي اقدم نفسي طبعا الحاجات دي او النقاط دي بنوصل لها كل ما تقدمنا في المستويات طيب الاربع اسئله الاساسيه اللي هناخدهم في البريزونتاسيون اللي هي في الانترودكسيون يعني اللي موجوده في لوسون زيرو هي هتبقى عباره عن 4 كيستيون comment vous appelez vous parlez français Vous parlez quelle langue? La nationalité, vous êtes égyptien, vous êtes allemand, vous êtes français, etc. Tu habites où? Où vous habitez où? Où vous habitez? حسب طريقة السؤال, هنشوف إن السؤال عندنا ثلاث يعني السؤال ممكن نسأله بثلاث أنواع مختلفة. أوكي. عندنا trois façons pour poser la même question ثلاث طرق نسأل نفس السؤال بعد كده هنشوف la deuxième partie في الجزء الثاني من leçon 0 les mots interrogatifs okay? أو أدوات الاستفهام okay? principalement des questions et des réponses okay? يعني leçon هتبقى بتدور حوالين أسئلة والطرق الإجابة عنها والطرق المختلفة لطرح الأسئلة دي بالنسبة للأشخاص للأشياء اكسترا نكاك طيب اوكي يبقى هنا اتكلمنا عن لسون زيرو بعد كده هنشوف unité 1 اسمها apprendre ensemble يعني نتعلم مع بعض unité 2 vivre survivre en français يعني زي نبقى على قيد الحياة باللغة الفرنسية واحنا في وسط فرانكوفوني dans un milieu francophone وهنا troisième unité هتبقى établir des contacts يعني faire des connaissances bien sûr en français يعني ازاي نبتدي نتعرف بقى عن الاشخاص ونبتدي ندخل في حوار وتعارف مع ناس فرنسيين او دي فرانكوفون ناس ناطقين باللغه الفرنسيه احنا عندنا في اللغه الفرنسيه عندنا أربع مستويات أساسية اللي هما A1 A2 B1 و B2 تمام؟ طيب ال A1 ده اللي إحنا بنسميه ديبيوتون يعني مبتدئ beginner ديبيوتون أوكي؟ بعد كده عندنا الـ A2
سوري. عندنا الأدو ده انترميديير، انترميديير يعني نقدر نقول متوسط. اوكي عندنا البي ان انديبوندون، انديبوندون انديبوندون يعني مستقل. وعندنا البي 2 اللي هو افونسي يعني متقدم. D'accord, alors. Okay. Avancé, يعني متقدم. احنا في الكتاب اللي احنا اللي معانا حاليا ده كتاب الـ A1، كتاب اللي هو الثلاث مستويات الديبيوتون، الثلاث مستويات المبتدئه. اوكي احنا عندنا A1.1 جوه ده، عندنا جوه المستوى المبتدئ عندنا A1.1 وعندنا A1.2 وعندنا A1.3. طيب هنرجع هنا للكتاب، صفحة انتوا شايفين الصفحة عندكم واضحة؟ الصفحة واضحة عندكم كلكم؟ تمام. اوكي طيب احنا الكتاب ده يشمل ثلاث مستويات الـ A1 اللي هو الـ A1.1 اللي هي يونيتي 1، تمام، والـ A1.2 اللي هي يونيتي 2، والـ A1.3 اللي هي يونيتي 3. تمام احنا قبل ما نبتدي كل المستويات دي عندنا حاجة اسمها لسون زيرو، لسون زيرو يعني لسن زيرو. اوكي لسن زيرو دي عبارة عن انتروديكسيون، عن انتروديكسيون تمهيد، تمهيد لقبل المستوى الاول. فاحنا هناخد في لسون زيرو دي هناخد من اربع حصص لخمس حصص فبس في الانتروديكسيون في التمهيد. يعني المستوى الأول اللي هو A1.1 اللي هو Unity 1 اللي فيه أربعة لسون هنا، ده لازم مش هنبتدي النهاردة ولا مرة جاية، هنبتدي بعد يعني في الحصة الخامسة أو السادسة. أوكي تمام. يبقى النهاردة هنبتدي لسون زيرو اللي هي Introduction. يبقى النهاردة عندنا Introduction اللي هي لسون زيرو، لسون زيرو اللي احنا هنطلع يعني اللي احنا هنتعلمه في لسون زيرو ده. هنتعلم حاجتين مبدئيا، احنا خلينا نقول ان احنا بنتكلم، انا بتكلم بالعربي تمام. في كل احنا بنتكلم بحاجه اسمها لونج دو ريفيرونس. لونج دو ريفيرونس يعني لازم لغه تبقى ريفرنس ما بيني وما بينكم عشان نشرح بيها. بما اني انا بتكلم العربي فبقى اشرح بالعربي. اوكي ابتداء من الـ A2 يعني ما بنتكلمش عربي خالص جوه الكلاس، نتكلم بس اون فرونسي. اوكي فاللونج دو ريفيرونس بتاعتنا اللي هتبقى في الكور هتبقى لغب اللغة العربية. اوكي نرجع للسون زيرو اللي احنا هنتعلمه في لسون زيرو. هنتعلم حاجتين، اول حاجة اللي هي البريزنتاسيون، بريزنتاسيون بريزنتاسيون، وبعد كده هنتعلم حاجة تانية اسمها هنتعلم لي كيستيون، أدوات السؤال. أوكي لي كيستيون
et leur réponse wa agwabatha et leur réponse يعني هناخد ادوات ادوات الاسئله والرد عنها هيبقى عامل ازاي والبريزونتاسيون طبعا البريزونتاسيون لو هي كان اول نقطه في اللسون البريزونتاسيون بيبقى فيها حوالي من 10 ل 12 نقطه هنقول تقريبا اوكي هنقول تقريبا 10 بوان 10 بوان يعني 10 نقط بقدم بيها نفسي ايه هم العشر نقط ان انا اقول اسمي هنشوفهم يعني هنشوفهم دلوقتي ايه هم العشر نقط طبعا كل ما هنتقدم في الليسون كل ما النقط دي يعني هنبتدي باربع نقط اساسيه في البريزنتاسيون اللي هي كومون فو فوز ابلي يعني واتس يور نيم يعني اسمك ايه هنعرف هنرد عليها ازاي هنعرف سؤال تاني اللي هو vous parlez français او ما هي اللغه التي تتكلمها وبعد كده vous êtes allemand الجنسيه اللي هي nationalité و tu habites où اللي هي اين تسكن اللي هي العنوان يعني انا اسكن فين او انا منين او انا اوكي او انا عنواني كذا فهم دول اربع اسئله اربع نقط الاساسيه اللي هناخدهم في البريزنتاسيون بعد كده الاربعه دول هيكتروا هيبقوا 10 و12 كل ما نتقدم في المستويات يعني اوكي ده اول حاجه هناخده في البريزنتاسيون الاربع اسئله دول بعد كده هناخد يعني اسئله معينه موجوده هنشوفها هنا في الانترودكسيون في التمهيد طبعا احنا عندنا في لي ليسون دول الاربع مهارات لي كاتر كومبيتونس هيبقى عندنا لي كاتر كومبيتونس الاربع مهارات اللي هما اكسبريسيون اورال واكسبريسيون écrite ou compréhension orale compréhension orale ou compréhension écrite compréhension écrite expression orale yani ta'bir lughawi expression écrite yani ta'bir kitabi compréhension orale يعني فهم لغوي يعني بفهم حاجة بسمعها okay compréhension écrite يعني بفهم حاجة بقرأها okay compréhension écrite دول الأربع مهارات اللي هيبقوا معانا في أي لسون من لي لسون اللي احنا هناخدهم النهاردة هنبتدي بأول لسون اللي هي لسون زيرو طبعا لو اي سؤال يعني يواجهكم وانا بشرح الحاجات دي ممكن توقفوني وتسالوني يعني عادي جدا كاننا في الكلاس يعني اوكي اوكي اول سؤال زي ما احنا قلنا في البريزنتاسيون هو كومون فو فوز ابيلي هندخل على طول في اللغه مش هنبتدي احنا الكتاب ده هو الكتاب معمول من وزارة التعليم الفرنسية تبع معايير احنا طبعا هنتعلم اللغة دي بميثود اسمها اوكي هنقول لا ميثود طريقة طريقة التعليم اللي احنا بنتعلم بيها اللي هي موجودة في الكتاب في المنهج ده اسمها فلو 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 ده يعني اكرونيم يعني ايه اكرونيم عارفين ابريفياسيون ابريفيشن عارفين يعني ايه ابريفيشن لا
abbreviation يعني يعني اختصار. اختصار بالضبط كده. الاختصار لما اكون بكتب مثلا هكتب هنا دي عشان نفرق بس ما بين abbreviation واكرونيم من الاول. هكتب هنا abbreviation. طيب abbreviation لو كتبت مدام كده مدام الابريفياسيون بتاعتها هتبقى ام ماجسكول ام كابيتال بعد كده ام مينيسكول اللي هي يعني سمول ليتر وبعدين او. ده اختصار، هو ده الاختصار. لكن الاكرونيم هو بيبقى زي فلو ده اكرونيم، يعني كل حرف بيمثل كلمة. يعني الفرنسي langue étrangère، français langue étrangère يعني الفرنسية لغة أجنبية. يعني إيه الفرنسية لغة أجنبية؟ الميثود دي أو الطريقة دي اللي إحنا بنتعلم بيها هي طريقة عملتها وزارة التعليم الفرنسية لغير الناطقين بالفرنسية، زي هنا في مصر غير ناطقين باللغة الفرنسية، مناش فرانكوفون هنا، فإحنا بنتعلم بطريقة مخصصة للبلاد دي. هنلاقي طبعا في أي لسون من اللسونات هنا هنشوف أهم حاجة في الطريقة دي. هنلاقي بتعتمد هي طبعا فيها الأربع مهارات اللغوية، ولكن بأهمية بأكثر أهمية فأقل أهمية. أهم حاجة في الميثود اللي إحنا بنتعلم فيها اللي هي فلو اللي هي فرنسي لونج اترانجير فرنسية لغة أجنبية، هي أهم حاجة هي جرامير. تاني حاجة في الأهمية هي الفوكابولير. تالت حاجة بقى هنبتدي ندخل في الكومبريونسيون أورال والإكسبريسيون أورال، الفهم والتحدث. بعد كده الفونيتيك طريقة النطق، تمام طبعا. وبعد كده هتبقى تبتدي كومبريونسيون اكريت، فهم الكتابي والتعبير الكتابي، ده اخر حاجه. الجدول اللي موجود قدامكم ده فهو اكثر اهميه فاقل اهميه. فاهم حاجه في الميثود دي اللي احنا بنتعلم فيها هي الجرامير، هي النحو بالعربي يعني. اوكي نرجع لليسون زيرو وهنتكلم على أول سؤال اسمه كومون فو فو أبلي. هندخل على طول مش هنبتدي بالألفابي أو كده، هندخل على طول. أولا أنا هقرأ ديالوج، بعد كده كل واحد هيقرأ ورايا، بس أنا هشرح كام حاجة في الأول كده. أوكي طيب كومون فو فو أبلي، comment vous vous appelez. comment ده أداة سؤال، دي أول أداة سؤال هناخدها. طيب هنقول هنا نبتدي. اوكي لا بريزونتاسيون، يبقى ده أول سؤال في البريزونتاسيون لازم نتعلمه، اللي هو زي واتس يور نيم بالإنجلش. أول سؤال معانا هو comment vous appelez. اوكي pardon. طيب اوكي هقرأ أول الديالوج بس وكل واحد هيقراه، وبعدين هنبتدي نشرح مكونات الجمل دي إيه وهي عبارة عن إيه. أوكي طيب je vais commencer، هبتدي مع أوكي مسيو ريمون. أوكي مسيو ريمون حضرتك أنا هقرأ وأنت تقول ورايا. أوكي أوكي طيب أول سؤال comment vous vous appelez. comment vous vous appelez. طيب يعني في زد هنا هنعرفه ليه بعدين، بننطق زد هنا، فهنقول comment vous vous appelez.
Comment vous vous appelez? Très bien. طيب احنا عندنا هنا اول ديالوج لا جيد. انا هقرا الديالوج كله وبعدين انت هتقراه ورايا وبعدين كل واحد هيقرا الحاجه اللي احنا قريناها. لا جيد يعني المرشده. فبتقول بونجور مسيو. لو توريست السائح بيقول لها بونجور مدام. لا جيد vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Le touriste le grand Vincent le grand. شايفين هنا ان احنا عندنا في السؤال هنا في التيتر comment كانت في الاول كأداة سؤال وبعدين هنا في الديالوج حطيناها في الاخر. فدي اول غمارك، دي اول ملاحظه ان comment كأداة سؤال ممكن تيجي في اول السؤال ممكن تيجي في اخر السؤال. يعني ممكن اقول comment vous vous appelez او ممكن اقول vous vous appelez comment. هي هي تمام. طيب مس ريمو ممكن تقرا ورايا؟ اوكي. لا جيد. لا جيد. بونجور مسيو. بونجور مسيو. تويست. لا تويست. لو تويست. لو تويست. تو 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 اوكي. وبعدين ار اي ار اي لوتوري. طيب احنا عندنا حرف الار، احنا لسه ما وصلناش ان احنا ناخد الالفابي، هناخدها قدام شويه. حرف الار بيتنطق ب اوكي اوكي مش هعرف اكتبه بالعربي هنا. طيب حرف الار بيتنطق يا اما حرف الغين بالعربي حرف الغين او حرف الراء. سوري مش الراء ديزولي الخاء حرف الخاء. اوكي في اغلب الكلام بيتنطق غين يعني وفي اقل الكلام هيتنطق خاء. اوكي طبعا ما ننطقوش را اللي بينطق را يعني لو مش هتعرف تنطق الاثنين انت قول را بس من الافضل ننطقه يا خاء يا غا. اوكي فهنا بقول بونجور هنا نطقت صوت الغين. اوكي زي لما بقول لو توريست برضو حرف الغين توريست. طيب يعني لا جيد فو زابلي كومون وي ممكن تقرا بونجور مدام لا جيد. اوكي كمل فو فو زابلي كومون. الو بونجور مدام. اوكي اكيد vous vous appelez comment? Très bien. La touriste. OK. Le grand Vincent le grand. Ici le grand. Allô? Non, le grand. Allô? Oui. Le grand. La touriste. Oui. Touriste. Le grand VC, le grand. لا لا le le, مش هنقولها le grand دي هنقولها le grand. Le grand. Le grand. OK, Vincent le grand. Le grand. Très bien. OK. طيب Vincent le grand. Très bien. صح كويس هنشوف. طيب مسيو محمد فؤاد ممكن حضرتك تقرا معانا؟ اوكي هنقول لاجيد. اوكي ابدا من لاجيد بالظبط هنبتدي من هنا من لاجيد. اوكي لاجيد بونجور مسيو لو توريست بونجور مدام لاجيد فو فو زابيلي كومون. Très bien. Le touriste, le grand, Vincent le grand. Non, مش هننطق الدي ده. هنقول le grand, Vincent le grand. Le touriste, le grand, Vincent le grand. Vincent. Vincent le grand. Très bien. OK. Madame, بعد كده عندنا Madame Aya. Madame Aya. أيوة. أنسة من فضلك. OK. أنسة Aya.
très bien. ممكن نقرا؟ تمام. Comment vous vous appelez? Très bien. La guide, bonjour monsieur. Le touriste, bonjour madame. La guide, vous vous appelez comment? Le touriste, le grand, Vincent, le grand. Très bien. OK. في ملاحظة بس احنا en français, في culture française, لما نبقاش عارفين واحدة هي مدام ولا مدموزيل, كاحترام بنقولها مدام. اوكي؟ اوكي تمام سوري. تمام بس انا دلوقتي عرفت خلاص فهقول لك مدموزيل مفيش مشكلة. اوكي؟ اوكي. تري بيان. اوكي بعد كده عندنا مسيو محمد مصطفى. يس. اوكي ممكن نقرا؟ اون بو ليغ. اوكي. La guide. La guide. Bonjour, bonjour. Monsieur, okay. Le touriste, bonjour madame, la guide, vous appelez comment? Vous vous appelez. Vous vous appelez comment? Très bien. Le touriste, le grand, Vinicius le grand. Vincent le grand. Ah, Vincent le grand. Très bien. Ok, Fadel Mahana, madame Nahla. Aïe. Fadal. La guide, bonjour monsieur. Le touriste, bonjour madame. La guide, vous vous appelez comment? Les touristes, le grand, Vincent le grand. Très bien. طيب, on va analyser, هنحلل الديالوج ده بكل ما فيه ابتداء من التيتر. Comment vous vous appelez? يبقى احنا قلنا اول اداة سؤال احنا خدناها في البريزونطاسيون لو انا قلت لك comment vous vous appelez هنعرف هنرد عليها ازاي. طيب احنا عندنا هنا أداة سؤال اللي هي كومون. قلنا كومون دي هي معناها ان فرونسي. طيب خلينا نقول ان ان فرونسي عندنا حاجة اسمها سونس فيغوري. سونس فيغوري و سونس بروبر. سونس بروبر. سونس فيغوري يعني تعبير مجازي بالعربي. اوكي. سونس بروبر هو العكس اللي هو التعبير الحقيقي او الاصطلاحي للكلمه. تمام واضح ده؟ طيب كلمه كومون السونس بروبر دو مو كومون او المعنى الحرفي لكلمه كومون زي هي زي بالانجلش هاو. اوكي بس احنا بنستعملها في السؤال بالذات لما نسال عن الاسم عن واحد بنقول له انت اسمك ايه بنستعملها بمعنى وات طيب دلوقتي هنتكلم على فيرب appeler اللي هو comment vous vous appelez هنتكلم على الفيرب ده اللي هو appeler المصدر بتاعه اللي هو verb s'appeler verb s'appeler اي فيرب في اللغه الفرنسيه عنده مصدر وعنده تصريف المصدر او العنوان بتاع الفيرب او مصدر الفيرب اسمه انفينيتيف انفينيتيف تصريف الفيرب او تصريف الفعل نفسه اسمه كونجوجيزون كونجوجيزون اوكي فيرب كومون فو فو زابلي طبعا جت هنا بالصيغه اللي هنا كومون فو فو زابلي تمام طبعا انا لما هرد على السؤال ده هقول je m'appelle واقول le prénom اللي هو first name la première lettre doit être en majuscule اول حرف لازم يكون دايما كتب capital و le nom اللي هو last name il doit s'écrire entièrement en majuscule لازم يتكتب كله capital letter يعني انا لما اجي اقول je m'appelle بقول اسمي الشخصي وبعد كده اسم اللقب اوكي first name last name فاقول je m'appelle طبعا برد ب je احنا دلوقتي هنتكلم على لي سوجي فقط اللي هو je و tu بعد كده يعني نتكلم الاول على لي سوجي وبعد كده ننتقل للفعل نفسه السوجي اللي هو السبجكت او الفاعل انا لما اتكلم عن نفسي مع في اي verb بتكلم بستعمل je اللي هي I انا
لو انا خاطبت حد وقلت له انت فبستعمل تو اوكي زي يو بالانجلش إيل اللي هو هو او هي إل اللي هي هي او شي او او هنا دكتور طيب هنتكلم عليها بعدين اوكي هنتكلم اول على نو وهنتكلم على او تحت هنا شويه نو بمعنى نحن او وي وفو بمعنى انتم او وي إيل et elle au pluriel, l'homme il avec s et elle avec s, هما الجمع بتاع هو وهي بتاع il و elle. D'accord? Monsieur, طب on ده اختصار لإيه أو معناها إيه؟ طيب on هنتكلم عن on. On هو بيجي بمعنيين. أوكي أنا كاتب تحت هنا on بيجي بمعنيين. يعني إحنا في الإنجليزي مثلا بنقول وي بس نحن فقط اوكي اون فرونسي احنا عندنا طريقتين للكلام عندنا لا لونغ فاميليير ولا لونغ فورمال اللغه الرسميه واللغه العاميه نو اون بيجي بمعنى نو في اللغه العاميه لا لونغ فاميليير هي اللغه العاميه فهنكتب هنا اوكي طيب عندنا هنا نو يبقى نو بنستعملها اوكي هكتب هنا نو لوحدها نو بتيجي بمعنى نحن بمعنى وي بس بنستعملها في لونج فورمال اوكي يعني في اللغه الرسميه بنستعمل نو بمعنى وي بمعنى نحن اوكي يعني هكتب كده نو هنا ممكن اكتبها هنا جنبها لونج فورمال يعني باللغه العاميه الرسميه ليزولي الرسميه طب لو انا عايز اقول نو عايز اقول نحن في اللغه العاميه بستعمل كلمه او تمام او مش بس بتديني معنى كلمه نو في اللغه العاميه لونج فاميليير يعني اللغه العاميه لا بتديني كمان ليها استخدام تاني او ان احنا بنستعملها كسوجي انديفيني يعني فاعل غير محدد داكوغ بمعنى إيل أو إل أو بلوريال يعني أنا لو قلت هادي إكزومبل هنا أنا هنا لو قلت إيلز أون دي طبعا أو إيل خلينا نتكلم في البريزون أحسن إيل ديز كو سا فا بلوفوار كو ça va pleuvoir يعني بيقولوا انها هتمطر هم مين اللي بيقولوا مش حد بعينه شخص بعينه دكتور هو اللي بيقول ان ان انها هتمطر اوكي ف استعملنا هنا يعني ممكن نقول ils disent que ça va pleuvoir هم بيقولوا انه هتمطر او نقول بنفس المعنى on dit qu'il va pleuvoir يعني بيقولوا او بنقول او قالوا زي ما بنقول باللغه العربيه او باللغه العاميه المصريه قالوا انها هتمطر هما مين اللي قالوا مش حد بعينه اوكي يعني هنا بنستعملها الحاجتين بنستعملها بمعنى نحن في اللغه العاميه في لونج فاميليير وبنستعملها كسوجي انديفيني بيجي ساعات برضو بمعنى إيلو بلوريال إيلو بلوريال
وكان سوجي انديفيني فاعل غير محدد يعني سوجي انديفيني. هل واضح الاكزامبل ده ولا لا؟ سي كلير؟ وي تري بيان. طيب يبقى اون هنا بنستعمله الحاجتين قلنا لل بمعنى نو وبمعنى إل وإل وبنستعمله كسوجي انديفيني. عندنا فو، فو برضو بنستعمله الاستعمالين. أوكي فو بنستعمله عشان نخاطب مجموعة أنتم، وبنستعمله برضو في حاجة اسمها في صيغة الاحترام اللي هي لفوفوامو. لفوفوامو والتوتوامو. يعني إيه لفوفوامو والتوتوامو؟ فو لو أنا بكلم مجموعة أن جروب هستعمل فو، لكن لو أنا بكلم حد واحد فقط فرد واحد بس بصيغة الاحترام هكلمه بفو. طريقة الكلام بفو بنسميها لفوفوامو. طريقة إن أنا أكلم بحد وأقول له أنت زي ما بنقول باللغة العامية المصرية حضرتك وأنت. يعني أنا قلت حضرتك بقول فو، لو قلت أنت بقول شو. طريقة الكلام أو صيغة الكلام بالفو أو بالاحترام بنسميها لفوفوامو. طريقة الكلام بتو أو بالطريقة اللي هي بأنت نسميها تيتوامو اللي هي بتو. طبعا كل طريقة من الطريقتين دول ليها طبعا ضوابط معينة. إمتى بنستعمل لفوفوامو؟ إمتى بنستعمل لتيتوامو؟ لفوفوامو نستعمله في لاسيتياسيون فورمال، في المواقف الرسمية، يعني في الشغل ما ينفعش نتكلم غير بالفوفوامو، ما نتكلمش غير بفو. Les personnes âgées, الأشخاص الأكبر مننا سنًا، كاحترام بنكلمهم بفو. Les étrangers، أي حد غريب، les étrangers الغرباء، أي حد غريب عني بكلمه بفو. يعني غريب عني يعني أي حد ما لا تربطني به علاقة علاقة صداقة أو علاقة قرب. يعني لو أنا نازل أشتري من البقال حاجة بكلمه بفو. لو انا بسال حد في الشارع الساعه كام بكلمه بفو. اوكي اي حد ما مش بيني وبينه علاقه شخصيه اوكي بكلمه بفو. يعني علاقه لازم تكون علاقه احترام. لو تيتوامون لو ان انا بتكلم بتو بنستعمله امتى؟ بنستعمله في لا سيتوياسيون فاميليير، في المواقف العاميه. اوكي بستعمل تو، بستعمله مع لي زونفون الاطفال. الاطفال بكلمهم بتو، وبستعملهم مع بستعمل برضه مع لي بروش. لي بروش مين هم؟ اللي هم الاقرباء او القرباء او الاقارب. الاقارب مش بمعنى حد قريبي، لا يعني اي حد قريب مني، ممكن يكون مثلا لا فامي. مثلا لي بروش هكتب هنا اي لا فامي، و لي بروش الاصدقاء. اصدقاء لي بروش، لي زامي الاصدقاء، الى فامي يعني اي حد قريب مني. اوكي الى فامي، العائله اوكي والاصدقاء. يعني الاصدقاء ما ينفعش اقول له حضرتك لو واحد صديقي. العيله برضو يعني يعني لو بكلم اخويا او اوكي مش هينفع اقول له حضرتك. اي حد قريب مني يعني اوكي برضو بنقول ما بنستعملش الفوفوم. دكاب القريب مني ده ممكن يكون من العائله، ممكن يكون صديق، ممكن يكون واحد جوز حد او واحده مرات واحد، وهكذا بنتكلم بتيتوما بتيو. يبقى ده وصلنا هنا للفو. الايل والال هما البلوريال بتاع الايل والال وسنجولي، يعني هما جمع. سنجلي يعني مفرد، بلوريال يعني جمع. الإيل اللي هو قلنا قبل كده اللي هو هي أو هو، والآل اللي هي شي أو هي. الإيل أفيكس والآل أفيكس هو البلوريال جمع بتاعهم. طبعا احنا عندنا في الإنجليزي الجمع بتاع ما فيش جمع مذكر وجمع مؤنث، هو جمع واحد للاثنين. احنا عندنا في الفرنسي جمع لكل أخ، يعني un pluriel pour les deux genres. يعني الجنر ماسكولين والجنر فيمين. واضح؟
Ok, très bien. Maintenant qu'on a parlé du sujet, on va parler. Ok, طيب. خلينا نكمل برضو في موضوع le tutoiement et le vouvoiement. الموضوع ده مهم جدا في الثقافة الفرنسية. ما ينفعش أكلم حد بأنت وأنا ما أعرفوش شخصيا. ولو عايز أكلم حد أنا ما أعرفوش شخصيا بأنت، تمام؟ أو يعني في أو أعرفه لكن في situation formal، لكن في موقف رسمي، لازم أطلب أستأذن منه قبل ما أكلمه بتو. السؤال بيبقى كالآتي: est-ce qu'on peut se tutoyer؟ est-ce qu'on peut se tutoyer؟ طبعا هو لو قبل الموضوع زي كده هيقول لك oui bien sûr، نعم طبعا. لو رفض هيقول لك non je préfère qu'on se vouvoie، لا انا بفضل ان احنا on se vouvoie، يعني نتكلم بالvouvoiement. طبعا احنا عندنا هنا verb vouvoyer و tutoyer، في هنا verb يعني le vouvoiement ليه verb، ده الاسم ده noun. اوكي، le vouvoiement ده noun الاسم. طبعا في verb اسمه vouvoyer، هو verb من البريمير جروب. اوكي، وعندنا verb اسمه tutoyer، le tutoyer اللي هو verb برضو من البريمير جروب. tutoyer دكاو. طيب هنتكلم دلوقتي على verb parler. اوكي، قبل ما نتكلم هنا على verb s'appeler. اوكي، هنقرا بس verb parler وبعدين نرجع نقرا verb s'appeler، وعايزين نعمل مقارنه ما بين لي دو verb. اوكي، يعني comparaison entre les deux verbes، مقارنه ما بين الفعلين. هما السؤال اللي احنا هنستعمل فيه verb parler، وده هيبقى تاني سؤال معانا في presentation، هي quelle langue parlez-vous؟ ما اللغة التي تتكلمها؟ طيب احنا قلنا ان زي ما قلنا قبل كده، قلنا ان الفرنسي او لي فيرب دون لا لانغ فرانسيز، افعال في اللغة الفرنسية، سون ديفيزي سور 3 جروب، هم مقسمين لثلاث مجموعات. هم ليه مقسمين لثلاث مجموعات؟ عشان يسهل حفظهم. طبعا عندنا المجموعة الاولى البريمي جروب ليه قواعد، هنفهم القواعد دي ونطبقها، مش للحفظ. دوزيام جروب برضو ليه قواعد، هنفهمها ونطبقها. اوكي، تروزيام جروب طبعا هو اللي بنسميه لي فيرب ايريغولي او الافعال الشاذه، هم دول اللي يتحفظوا. تمام، طيب الدوزيام جروب برضو لازم نكون عارفين الفيرب عشان نعرف نحدد ده دوزيام جروب او تروزيام جروب، بس مش هنتطرق للدوزيام تروزيام جروب النهارده، هنتكلم بس عن البريمي جروب. عندنا فيربين النهارده او فعلين خدناهم في سؤالين، هما الفيرب هنا اللي هو فيرب سابلي، اوكي، وفيرب بارلي. عندنا هنا فيرب سابلي، ممكن هنا نعمل اوكي، ممكن نبتدي نقرا فيرب سابلي الاول وبعدين نقرا فيرب بارلي. طيب انا هقرا وحضرتك هتقولي ورا. اوكي، je m'appelle، je m'appelle، il s'appelle، il s'appelle، elle s'appelle، elle s'appelle، on s'appelle، on s'appelle، nous nous appelons، nous nous appelons، vous vous appelez، vous vous appelez، il s'appelle، il s'appelle، elle s'appelle، elle s'appelle. Très bien. الفيرب ده هو فيرب سابلي. اوكي، فيرب سابلي الانفينيتيف بتاعه سابلي، والكونجيجيزون احنا لسه، والتصريف احنا لسه قايلين. هنقرا الفيرب الثاني اللي هو فيرب بارلي. je parle، je parle، parle، je parle، il parle، il parle، on parle، on parle، nous parlons،
en parlant. Parlez. Vous parlez. Parle. Il parle. Elle parle. Elle parle. Très bien. Elle veut. Elle fait. Oui, je vous écoute. Oui. Elle parle à ma bine. La différence entre elle parle à ma bine. Allez, je me mets sur elle. Saline. Okay. الفرق في المعنى ولا الفرق يعني هو فرق سابلي انا يعني انا اسم يعني انا اسمي لما بقول جو مابيل انا اسمي دكاك il s'appelle هو اسمه tu t'appelles انت اسمي اوكي parler هو اتكلم je parle اتكلم انت تتكلم اوكي ده الفرق في المعنى حياتك تقصدي فرق في حاجه ثانيه غير المعنى لا لا المعنى تمام فبارلي يعني أتكلم سابلي يعني أنا اسمي أو هو اسمه أو هي اسمها وهكذا تمام بس حضرتك مش ملاحظة فرق ما بين طيب قبل ما نتكلم الأول على الفرق ما بين الفعلين في حاجة تانية غير المعنى هنتكلم على التيرمينيزون احنا قلنا الفربين بيخلصوا في الانفينيتيف الاثنين بيخلصوا بـ ER هنشوف بعد كده إن دول ما اسمهمش ER ده بالانجلش اسمهم هنشوف ناخد الالفابيه بعد كده ونعرف انهم اسمهم ER 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 دول بيتنطقوا A صوت الـ A المجموعة الأولى في الأفعال في أفعال اللغة الفرنسية كلها بتخلص بـ ER طبعا ما عدا في exception لفيرب ألي أوكي اللي هو to go أو يذهب طبعا أوكي هكتبها كرمارك في الآخر أوكي هكتب هنا لي فيرب دو برومي جروب هكتب لي فيرب هنا لي فيرب دو برومي جروب يعني أفعال المجموعة الأولى اوكي مش هكتب الفعل عشان لسه ما خدناهوش في نيس ده من المجموعة التانية هقول كلهم بيخلصوا بالإي آر ما عدا صف هكتبها كده صف صف يعني ما عدا بنقول صف أو إكسبتي إكسبتي طبعا هي المفروض يبقى في أكسون اوكي هنبقى نصلحه بعد كده في الوورد اوكي اكسبتي فيرب الي يبقى افعال المجموعه الاولى هم كل الفربات اللي بيخلصوا بـ ER ما عدا فيرب الي اللي هو يذهب او تو جو ده فعل من المجموعه الثالثه يعني فعل شاد اوكي فيرب ايريغولي احنا القواعد اللي احنا هنطبقها على كل الافعال من المجموعه الاولى اللي بتخلص بـ ER ما عدا الفيرب ده ما عدا الفعل ده طيب احنا خدنا الفيربين اللي خدناهم النهارده اللي هو سابلي وبارلي الاثنين في المصدر في الانفينيتيف بيخلصوا بالـ ER يبقى هما الاثنين من المجموعه الاولى من سون دي فيرب دو برومي جروب ازاي نعمل لهم تصريف احنا قلنا المجموعه الاولى ليها قاعده نفهمها اوكي بنعمل ايه احنا بنشيل ال ER دي من المصدر من الانفينيتيف اوكي احنا كنا قلنا هنا ان المصدر اسمه انفينيتيف اوكي بنشيل ال ER دي من الانفينيتيف هيفضل لنا ايه يعني لو هناخد اكزامبل او مثال فيرب بارل هيفضل لنا الفعل مكتوب كده بارل مفيش ايه اللي هو ال ER هنزود التيرمينيزون يعني ايه التيرمينيزون يعني اواخر الكلمات بتبقى الاواخر بتاع كل كلمه او كل فعل اوكي اواخر الافعال بتبقى بالطريقه دي يعني قدام الجو بنحط او قدام التو بنحط او اس قدام الال والال والان بنحط او 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 قدام النو بنحط او ان اس وبننطقها او قدام الاو زد قدام الفو بنحط ازاد وبننطقها ايه وقدام الايل ال وبلوريال
بنحط ENT ENT و la prononciation de il parle au pluriel et il parle au singulier c'est la même. Il y a une note il parle هنا اللي هي بتخلص بE و il parle هنا اللي بتخلص بENT هي نفس النوت. OK la même prononciation. C'est clair واضح؟ واضح. Très bien. نرجع لverb s'appeler اللي احنا خدناه فوق. اوكي هنشوف ان احنا طبقنا برضو نفس القاعده شلنا هو verb الانفينيتيف بتاعه s'appeler. اوكي بس هتقولي لي هنا عندنا المفروض في verb يعني المفروض لو هننزل تحت قلنا حاجه هنا عندنا sujet و verb فقط عندنا je وعندنا parle. اوكي فده سوجي وده فيرب يعني اي اقصر جمله في 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 في, في, في اي لغه هي فعل وفاعل. اوكي جو ده سوجي سبجكت اللي هو الفاعل وبارل ده الفعل جو بارل انا اتكلم. اوكي طيب هنا عندنا سوجي وفيرب هنا الفيرب ده عباره عن هكتب هنا جنب هنا هكتب sujet le subject أو الفعل plus يعني زائد plus verb يبقى الفعل ده عبارة عن sujet و verb je parle الفعل ده هو ده السؤال اللي أنا كنت عايز أسأله حضرتك إن هنا عندنا je اللي هو sujet وعندنا حاجة في النص كده اللي هي امابوستروف والتي أبوستروف والأس أبوستروف وهنا عندنا نو تانية وهنا عندنا فو تانية وهنا عندنا أس أبوستروف وأس أبوستروف هنا الفيرب ده إيه هي الحاجات دي؟ هي الحاجات دي اسمها ضمائر دي برونو يبقى الفيرب ده معمول إزاي؟ مش معمول من سوجي بلس فيرب هو معمول من سوجي بلس فيرب بس في حاجة في النص يبقى الفيرب ده معمول من سوجي بلس برونو ضمير بلس فيرب. اوكي. هنعرف الحصة الجاية الفرق ما بين الفعل العادي والفعل الضميري، يعني on va connaître la différence entre un verbe normal، فعل هنعرف الفرق ما بين فيرب عادي، et un verbe pronominal، ده بنسميه verbe pronominal، اوكي أو au pluriel بنقول les verbes pronominaux. اوكي الحصه الجايه هنعرف الفرق ما بين الفعلين دول هما الاثنين بينتموا للمجموعه الاولى ce sont des verbes du premier groupe d'accord ils ont la même règle عندهم نفس القاعده de conjugaison la même règle de conjugaison نفس قاعده التصريف بس هنعرف بس امتى نستعمل كل الافعال في افعال ليها افعال ضميريه وافعال ما لهاش يعني عندنا دي فيرب des verbes qui ont des verbes pronominaux ou d'autres verbes qui n'ont pas de verbes pronominaux ou on a des verbes en d'homme des verbes pronominaux mais le sens diffère le معنى بيتغير هنشوف كل المعلومات دي المره الجايه تمام يبقى pour récapituler عشان نلخص النهارده اتكلمنا عن ايه اوكي طبعا اتكلمنا عن أول سؤال إحنا خدناه، دكتور. أول سؤال إحنا خدناه هنا في الـ présentation اللي هو comment vous vous appelez. بنرد عليه ب je m'appelle مع verb s'appeler. وخدنا السؤال الثاني اللي هو quelle langue parlez-vous. اللي هو verb parler. اللي هو لو لما عاوز ارد على الفعل ده هقول je parle طبعا في البريزنتاسيون في التقديم دايما ببتدي باللغه الام يعني انا لو بتكلم عده لغات هقول يعني انا هرد على السؤال ده je parle arabe anglais
أنا بتحدث الإنجليزية هقول أنا بتكلم لغة عربية إنجليزية et un peu français وشوية فرنسية et un peu français. أوكي؟ طيب أنا لما هسألك هنا quelle langue parlez-vous هتقولي لي ممكن نقرأ Je parle arabe, anglais et un peu français. Français, très bien, très bien. Ok, ok. On a fini pour aujourd'hui. خلصنا النهاردة. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? في أي أسئلة? Non, merci. Très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir. Oui.